السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور عدنان قنبر. محاضرتنا اليوم هي المحاضرة الرابعة من سلسلة محاضرات في علمي الوراثة الكمية Quantitative Genetics ووراثة العشائر Population Genetics. محاضرتنا الرابعة هي تتم كما قلت لسلسلة المحاضرات في هذا المجال، وهي تحت عنوان قانون هاردي واينبرغ. محاضرة بسيطة جدا، وأنا قررت أني أخصص لها فقط لقانون هاردي واينبرغ، أخصص له فقط محاضرة مستقلة حتى تكون سهلة على الطالب يفهم توازن هاردي واينبرغ. إذن قانون هاردي واينبرغ أيضا يسمونه البعض بتوازن هاردي واينبرغ، أو أحيانا يسموه بكونسبت أو مبدأ هاردي واينبرغ. طبعا هاردي هو عالم واينبرغ عالم آخر، وضعوا هذه القانون. شو بيقول قانون هاردي واينبرغ؟ في العشائر كبيرة الحجم، العشائر باللغة الإنجليزية population كبيرة الحجم، والتي يحدث فيها التزاوج اعتباطيا، والاعتباطية يقصد فيها العشوائية، فإن التكرار الوراثي وتكرار التراكيب الوراثية تظل ثابتة جيلا بعد جيل في غياب الطفرات والانتخاب والهجرة. إذن وضع كلا العالمين هاردي واينبرغ وضعا شروط لحدوث توازن في العشيرة. أول شرط هو أن العشيرة تكون كبيرة الحجم. إذن أول شرط هو أن العشيرة تكون كبيرة الحجم. والشرط الثاني أن يكون التزاوج فيها عشوائي، بمعنى التزاوج العشوائي هنا يقصد فيه أن كل فرد له احتمالية أن يتزاوج مع أي فرد في العشيرة دون أي اختيار أو ضغط، بمعنى أن الفرد واحد بإمكانه أن يتزاوج مع الفرد رقم 900 أو مليون في هذه العشيرة، أو الفرد رقم 100 أن يتزاوج مع الفرد رقم 1000 في نفس العشيرة. إذن الشرط الثالث بيقول إنه تكرار التراكيب تظل ثابت، إنه الشرط الثالث هي غياب الطفرات، والشرط الرابع غياب الانتخاب، والشرط الخامس هو غياب الهجرة. خلينا نشرح هذه الشروط. إذن الافتراضات اللي افترضوها هاردي واينبرغ أنه أولاً التلقيح يكون عشوائي. الافتراض الثاني لا يوجد فعل انتخابي، أي أن لكل جين، وعندما نتكلم عن جين نتكلم عن تركيب وراثي، وذلك نتكلم عن فرد أو ما يسمى بالإنجليزي individual. إذن أي أن لكل جين فرصة الاستمرار المساوية لفرص الجينات الأخرى، ولكل تركيب جيني، بمعنى إذا تكلمت عن تركيب كامل بمعنى A كبيرة A كبيرة أو A صغيرة صغيرة، نفس الكفاءات في إنتاج النسل، أي لا يوجد أي انتخاب لأي جين، لا يوجد أي ضغط لانتخاب أي جين. ثانيا عدم حدوث الطفرات، لأن حدوث طفرة في الجين يؤدي إلى تغيير هذا الجين، ربما يكون سائد يصبح متنحي، أو يصبح فعالية هذا الجين في العشيرة معدومة، وبالتالي فإن توازن هاردي واينبرغ لا يطبق. الأمر الثالث الذي المهم هو الهجرة. فوضع هاردي واينبرغ أنه يجب أن العشيرة تكون مغلقة، أي عدم حدوث هجرة من العشيرة إلى خارجها، أو من خارج العشيرة إلى داخلها. لا يوجد هجرة على الإطلاق، فهي عشيرة مغلقة فيها أفراد، هذه عدد الأفراد كبيرة تتزاوج بشكل عشوائي فيما بينها، فيمكن أن يتحقق توازن خلال جيل واحد. طبعا قبل ما نبرهن هذه النظرية يجب أن نعلم أن توازن هاردي واينبرغ لا يمكن أن يطبق على البشر، والسبب هو أولا أنه لا يمكن
أي إجراء تلقيح ذاتي في البشر، هذا مهم جدا. أو أنه يعني أن احتمالية الذكر أن يتزوج مع الذكر وينجب جيل، هذا مستحيل، أو الأنثى مع الأنثى، لأنه هنا احتمالية أو نضع أن نصنف الأفراد بذكور أو إناث، لا يمكن أن يحدث ذلك في قانون هاردي وينبرغ. إذا في توازن، قانون هاردي وينبرغ لا يمكن أن يطبق على البشر وأيضا على معظم الحيوانات. يمكن قانون هاردي وينبرغ أن يطبق على النباتات التي إجراء فيها عمليات الخلط التلقيح وذات التلقيح في نفس الوقت. إذا خلينا نبرهن هذا القانون. أول شيء نفترض وجود مجموعة من الأفراد تتزاوج فيما بينها عشوائيا، فيما بينها عشوائيا، وأننا نقوم بدراسة موقع وراثي واحد. إحنا صراحة ندرس موقع وراثي واحد لأنه لا يمكن أن ندرس جميع المواقع الوراثية للفرد. ونفترض هذا الموقع الوراثي هو A. إذا نعطيه رمز A، أين يقع A؟ إذا كان عندي صبغي أنا مثلا هنا، يقع هنا A. إذا هذا على الصبغي هون، إذا هذا A. إذا هذا A بهذا الموقع الوراثي أليلان، هما الأليل A وتكراره هو B. إذا هذا الأليل A وتكراره B، وهذا برهناه في الدرس السابق المحاضرة رقم 3. إذا شو تكراره؟ B. إذا هذا في طبعا هنا في صبغتان لأخوه، وهذا الموقع نفسه A هون، وراح نرمز له بالرمز A صغيرة وتكراره Q. إذا هذا صبغي وهذا صبغي، إذا هو والأليل A صغيرة وتكراره هو Q، وعلى ذلك يكون توزيع هذه الأفراد من حيث تركيبها الوراثي وتكراراته هو. هلا إذا كان عملية إجراء تهجين حسب قانون مندل، فإذا معروفة لدينا شرحناها قبل. إذا عندي A تزاوج مع small a small a، فراح يعطيك كابيتال A سمول A. أيضا تزاوج تلقيح الذاتي بين كابيتال A سمول A أو تلقيح فردي يحمل كابيتال A سمول A مع كابيتال A سمول A، راح يعطيك تراكيب وراثية ثلاث. هذه الاحتمالية كابيتال A كابيتال A كابيتال A سمول A سمول A سمول A، والنسبة بيناتها راح تكون عبارة عن واحد هون، هون اثنين، وهون واحد. يعني يرجى مراجعة المحاضرة السابقة راح تفهموا هذا، أنا وضحته. إذا هذا بالنسبة لتوزيع التراكيب الوراثية. إذا بالنسبة لتوزيع التراكيب الوراثية، إذا هذا واحد هون وشرحناها في المحاضرة السابقة. فإذا تزاوجت هذه الأفراد، وكما ذكرنا تزاوجا عشوائيا حسب قانون توازن هاردي وينبرغ، فإن نسبة التراكيب الوراثية المختلفة، عندما نقول تراكيب وراثية مختلفة نقصد فيها كابيتال، نقصد فيها كابيتال A كابيتال A أو كابيتال A سمول A أو سمول A سمول A. فالتراكيب الوراثية يعني أفراد في الجيل التالي لابد وأن تساوي تماما النسبة الموجودة في جيل الآباء. إذا التراكيب الوراثية الموجودة في الأفراد فإن نسبته تساوي الموجودة في الآباء، ولا يقصد أن التكرار من النوع A صغير A صغير لازم يكون مثلا إذا كان بالآباء 50% راح يكون بالأبناء 50%، لا يقصد بهذا. إنما كنسبة العامة، إنما نجمع B مربع زائد 2BQ زائد Q مربع، هذه النسب إذا جمعناها لازم تكون تساوي واحد، مو تساوي فوق الواحد أو تحت الواحد. كيف الآن راح نبرهن هذا؟ إذا فينا نبرهنها. لنفترض إنه لدي ذكور هنا في العشيرة، نفترض أنا الآن تنحدد عندي ذكور وعندي إناث. الذكور عندي ثلاث تراكيب وراثية للموقع الوراثي اللي أعطيناه هو A. عندي تركيب وراثي هنا صافي أو سائد أو نقي سائد من الرمز A كبيرة. عندي تركيب وراثي خليط هيتروزايغوس من النوع A كبيرة A صغيرة، وعندي تركيب وراثي A صغيرة A صغيرة، وأيضا هو نقي لكنه متنحي. وبالنسبة للإناث نفس الشيء. الآن لو حدث تزاوج بين الذكور والإناث بشكل عشوائي، فلو كانت الفرد الذي يحمل هذا التركيب A1 تزاوج مع أنثى تحمل هذا التركيب، ماذا ستحصل؟
ستحصل طبعا على بي مربع. إذا تزاوج اي واحد الاف عفوا، هنا لا نقصد بالتزاوج، لازم نضع التراكيب الوراثية نسبهن. فبالنسبة للاي كبيرة اي كبيرة، فإن التركيب الوراثي النسبة راح تكون بي مربع، هذا شرحناه في المحاضرة السابقة. بالنسبة للاي كبيرة واي صغيرة هو 2 بي كيو، وبالنسبة للاي صغيرة هو كيو مربع. إذا ونفس الشيء بالنسبة للإناث، فبكون معي بي مربع 2 بي كيو كيو مربع. إذا احنا أخطأنا الأول، هلا لا نراجع من جديد. إذا هذا هو نسب التراكيب كما وضحت لكم هنا بالقانون التزاوج، وكما ذكرنا سابقا. شوف أنا نسبة التراكيب الوراثية، نسبة التراكيب الوراثية هنا مختلف الجيل التالي بده تساوي تماما النسبة. إذا هذا التركيب الوراثي له ويعطى الرمز بي مربع و2 بي كيو وكيو مربع، وجاي من التزاوج من أفراد تحمل اي كبيرة اي كبيرة او اي صغيرة اي صغيرة مع او اي كبيرة اي صغيرة مع اي كبيرة اي كبيرة او اي صغيرة اي صغيرة او اي كبيرة اي صغيرة كإناث وذكور نفس الوقت. إذا نرجع من جديد، الآن لو تزاوج ذكر يحمل التركيب الوراثي اي كبيرة اي كبيرة مع أنثى تحمل نفس التركيب الوراثي اي كبيرة اي كبيرة، فسنحصل على هذه النسبة هو بي قوة 4. والسبب أنه نجمع القوتين، نحن في حال ضرب قوتين بي مربع ضرب بي مربع سيحصل جمعهما بي 2 زائد 2 ويساوي بي قوة 4. هذا قانون مبرهن. الآن نذهب إلى لو كان هناك عملية تزاوج بين فرد يحمل تركيب الخليط A كبيرة A صغيرة مع فرد يحمل تركيب السائد النقي A كبيرة A كبيرة، فيكون حاصل الناتج وهو التكرار هو 2P قوة 3 مكعب بكيو. إذا 2P هنا، إذا هذه 2P نجمعها مع هنا، إذا بيطلع بي مكعب وننزل 2 مع الكيو. أيضا هنا أيضا حاصل تزاوج A صغيرة A صغيرة مع A كبيرة A كبيرة هو عبارة عن بي مربع مع كيو مربع، وهكذا نتابع. إذا كان تزاوج A كبيرة A كبيرة مع A كبيرة A صغيرة نحصل على 2 نفس هذا التركيب أعطيته. إذا نحصل على 2 بي مكعب مع كيو مع الكيو. إذا عملية بسيطة جدا، يعني عبارة عن تضع بي مربع مع زائد هون 2 بي كيو بيطلع معك 2 بي مكعب كيو. بالنسبة لتزاوج A كبيرة A صغيرة كذكر مع أنثى من نوع A كبيرة A صغيرة يعطيك 4 بي مربع كيو مربع. ونفس الشيء بالنسبة للإيك صغيرة إي صغيرة مع إيك كبيرة إي صغيرة في حال ذكر مع أنثى بيعطي 2 بي كيو مكعب. وهيك نعيد نفس الشيء للتراكيب مع الإي صغيرة إي صغيرة فنحصل على هذه النسبة. إذا هذه الاحتمالات طبعا هذه موجودة في الآباء. إذا بي مربع 2 بي كيو كيو مربع موجودة في الآباء، وهذه موجودة في الأبناء. إحنا نحاول نبرهن إنه الموجودة هنا في الأبناء هي نفس الموجودة في الآباء، بمعنى إنه هذه البي مربع الموجودة في الآباء هي ناتجة أيضا عن بي قوة 4 2 بي مكعب كيو مع بي مربع كيو مربع يعني جمع. راح نشوف كيف راح نبرهن هذا الطريقة. فقبل ما نبرهن هذه إنه عدد التكرارات التراكيب الوراثية في الأبناء كنسبة تساوي تكرارات التراكيب الوراثية في الآباء، لازم نوزع هذه التراكيب على الآباء والأبناء بأسلوب بجدول يكون سهل حتى نستطيع أن نفهمه. فراح نلاحظ أنه أنا عندي وجود 6 تراكيب وراثية. إذا عندي وجود 6، يعني هذا عملية التزاوج بين الآباء هنا شكل لدي 6 تراكيب وراثية أنماط تزاوج. إما تزاوج A كبيرة A كبيرة مع A كبيرة A كبيرة، طبعا هاي ذكور وهاي إناث،
او اي كبيره اي كبيره مع اي كبيره اي صغيره، او اي كبيره اي صغيره مع اي كبيره اي صغيره، او اي كبيره اي كبيره مع اي صغيره اي صغيره، او اي كبيره اي صغيره مع اي صغيره اي صغيره، او اي صغيره اي صغيره مع اي صغيره اي صغيره، كلها تراكيب وراثيه او افراد. فهناك 6 احتمالات تزاوج. كيف يكون تكرار التزاوج هنا؟ اذا تكرار التزاوج راح يكون بالنسبه للاي كبيره اي كبيره اي كبيره اي كبيره برهنها عباره عن بي قوه 4. كيف منين حصلناها؟ حصلناها من هذا الجدول. اذا تزاوج اي كبيره اي كبيره مع اي كبيره اي كبيره هو بيحمل بي قوه 2 وبي قوه 2 بيعطيك بي قوه 4. اذا هون بي قوه 4. لكن الان بدنا نوزع هذه على الابناء، يعني اللي دخل اللي موجود بالصندوق معنا، صندوقها التراكيب الوراثية، بدنا نوزعه على الأبناء. يعني الأبناء بدي يرثوا من الآباء هذه الأمور، هذه ما هو موجود في الصندوق. خلينا نفترض هيك إنه في أموال بتوزعها التركة هذه على الأبناء. الآن أنا إذا عملية تزاوج بين إيه كبيرة إيه كبيرة مع إيه كبيرة إيه كبيرة، شو بدي يعطيني تراكيب وراثية؟ ما بيعطيني غير تركيب وراثي واحد، هو إيه كبيرة إيه كبيرة. فبالتالي الورثة اللي عند الأب بتروح لعند الابن كاملة، فأولي فقط أب التركيب بيروح لعند تركيب، عفوا النسبة هذه تروح توزيع التركيب الوراثية هذه بتروح لوين؟ لعند ابن واحد من نوع A كبيرة A كبيرة، فبيأخذ B قوة 4. فهاي التكرارات. اما الاي كبيره صغيره ما بياخذ شيء لانه غير موجود اصلا. اذا هذا مو غير موجود في الابناء، منين بده يجي؟ اذا ما عندك اي صغيره هون، اذا عندك اي صغيره هون، هون ما في اي صغيره عند الاباء، اذا هاي غير ملغى، هذا ملغى. اذا هذا ملغى، ما هو موجود، وهذا ملغى. اذا هنا حتى ما عفوا احد، اذا هذا ملغى غير موجود. الآن نأتي للتزاوج. إذا كان احتمال تزاوج A كبيرة A كبيرة مع A كبيرة A صغيرة مثل ما تلاحظين هون، فحصلنا على 4 بي مكعب كيو. ده نوزع التركة الآن على الأبناء. فاحتمال لما تزاوج A كبيرة A كبيرة مع A كبيرة A صغيرة راح يعطيني A كبيرة A صغيرة و A كبيرة A كبيرة، راح يعطيني هذول التركيبين الوراثيين. بس تركيب هذا الوراثي ما راح يكون موجود، وبالتالي تتوزع التركة بالنص، لأنه هون نسبته 50%. هذا التركيب هون نسبته 50%، وهذا نسبته 50% أيضا. فإذا إذا إذا خلينا نلغيها مع هون، إذا نسبته 50 50، فبالتالي بنقسم على 2، فعندك 4 بصير 2 هون، هون بصير 2، 2 بي مكعب كيو، 2 بي مكعب كيو. انت عم توزع تركه من الاباء للابناء، هيك بصير، هي بشكل بسيط، ما في داعي اذا جاك سؤال بالامتحان انك تتلبك كثير بالحل، هو بسيط جدا. بالنسبه للاي كبيره اي صغيره مع اي كبيره اي صغيره، تزاوجهم بيعطيك 3 تراكيب وراثيه في الابناء، بيعطيك اي كبيره اي كبيره، بي كبيره اي صغيره، واي صغيره اي صغيره. وهذا هو التكرار التزاوج. فهذا التكرار التزاوج هذا منوزعه على الابناء. تذكروا معي انه هون مثلا نعرف انه النسبه تكون 25% هون واحد، وهون 2 مثل ما انتم ملاحظين، هون واحد. اذا هاي واحد، هون 2 وهون واحد، لانه هاي 25% وهون 50% وهون 25%. إذا عملية التوزيع هذا، إذا عملية التوزيع وزعنا التركة، عندي 4 فبياخذ واحد، هذا 4 بي مربع كيو مربع، وهون 2 بي مربع كيو مربع، هون 1 بي مربع كيو مربع. لو جمعنا 1 و2 و1 صار عندي 4 بي مربع كيو مربع. ما في شيء خارج الصندوق بيجينا، كله من الآباء. ونفس الشيء بالنسبة ل A كبيرة A كبيرة مع A صغيرة A صغيرة، راح ينتج عندي نمط تركيب وراثي هو الخليط A كبيرة A صغيرة فقط. فكونه عندي فرد واحد بالأبناء، فهو راح يأخذ كل التكرار التزاوج هنا اللي هي 2P مربع Q مربع. أما
الاي صغيرة صغيرة ما موجود عندي، والاي كبيرة كبيرة ما موجودة عندي هون. ونفس الشيء للاي كبيرة اي صغيرة مع اي كبيرة صغيرة، راح يكون عندي تركيب وراثي من النوع اي كبيرة اي صغيرة واي صغيرة اي صغيرة، فراح يظهر عندي هذا التركيب وهذا التركيب الوراثي في الابناء، و50% 50%، وبالتالي الاربعة تتوزع 2 و2 مجموعها 4 بي كيو مكعب. بالنسبة للاي صغيرة اي صغيرة اي صغيرة، راح يكون عندي تركيب وراثي واحد فقط، هو اي صغيرة اي صغيرة، وبياخذ كل شيء من الاباء. اذا هذا كل التكرارات تونا بياخذها من الاباء، البي كيو قوة 4 بياخذ كيو قوة 4. اما هون ما في شيء بالنسبة لاي كبيرة اي صغيرة، وهون ما في شيء بالنسبة لاي كبيرة اي صغيرة. المجموع هون انه بقول لك تكرار التزاوج هو واحد، لكن تكرار الابناء خلينا نشوف، هو لازم يكون هون انه هو بيقول لك هون تكرار الابناء بالنسبه للتركيب الوراثيه اي كبيره اي كبير، هو توازن هارفي بيقول لك انه يساوي بي قوه 2، وبالنسبه للخليطه اي كبيره اي صغيره هو 2 بي كيو، وبالنسبه للاي صغيره اي صغيره هو كيو مربع. اذا استطعنا نبرهن فعلا هذول، اذا احنا استطعنا فعلا نبرهن انه هذول تساوي بي عفوا تساوي بي مربع، وهذه ايضا تساوي 2 بي كيو، وهذه ايضا تساوي كيو مربع، وبالتالي القانون مبرهن سابقا احنا انه بي مربع و2 بي كيو كيو مربع مجموعهن يساوي واحد، وبالتالي كون تساوي واحد فهي تساوي ما هو موجود في الاباء، وبالتالي العشيره تبقى متوازنه. هذا لازم نبرهن. وكيف نبرهن؟ خلينا ناخذ نقسم هاي لثلاث اطراف، الاول الثاني الثالث. راح نبرهن ناخذ هذا بي قوه 4 زائد 2 بي قوة 3 كيو زائد بي مربع كيو مربع، ونشوف هل هي فعلا تساوي بي مربع. خلينا نشوف البرهان. أخذنا أول شيء بي قوة 4 زائد 2 بي كيو مكعب، بي كيو مكعب كيو، بي 2 بي مكعب كيو زائد بي مربع كيو مربع. خلينا نشوف شو عامل مشترك هون. العامل المشترك بلاحظ هو البي، ومين اصغر شيء هون؟ في بي، هون في بي، هون في بي. شو اصغر شيء في البي؟ هي بي مربع. اذا نطلع البي مربع خارج قوس، اذا نطلع هذه البي مربع خارج القوس، هنا هذه البي مربع نطلعها خارج القوس، ونطلع البي هنا ايضا والبي، فبنحصل على بي مربع. بضل معني هون بي اذا بي مربع طلعنا منها بضل معنا بي مربع، اذا هذا لهون، وهنا 2 بي مكعب بضل معي 2 بي كيو هون، وهنا بضل معي كيو مربع. اذا ضل معي بي مربع بين قوسين، بي مربع زائد 2 بي كيو زائد كيو مربع. برهنا بالمحاضره السابقه انه بي مربع زائد 2 بي كيو زائد كيو مربع كم تساوي؟ واحد، وبالتالي بي مربع ضرب واحد هو بي مربع. اذا صحيح هذا البرهان الاول. اذا هذا فعلا انه الناس المجموع التركيب الوراثي لهذا النسب او تكرار التزاوجات هذا التراكيب الوراثي تكرار التراكيب الوراثي من نمط اي واحد اي كبيره اي كبيره تساوي بي مربع. خلينا نروح على الثاني اللي اي كبيره اي صغيره، نبرهن هذا شويه انتم تفكروه معقد، لا هو بسيط جدا. عندي انا 2 بي مكعب كيو زائد 2 بي مربع كيو مربع زائد 2 بي مربع كيو مربع زائد 2 بي كيو. شو العامل المشترك هنا؟ هنا لازم نجمع قبل ما نطلع العامل المشترك. انا عندي 2 بي مربع كيو مربع و2 بي مربع كيو مربع، خلينا نجمعهم يصير 4. اذا بتلاحظوا هون 4 بي مربع كيو مربع. الان العامل المشترك انا بلاحظ عندي بي وكيو وعندي ارقام، اذا شو اصغر رقم؟ 2 وللأربعة 2، بطلع 2 لبرا، وعندي بي كيو. خلينا نشوف البي، اول شيء ننظر البي، البي 3 بي 2 قوة 2، وهون بي قوة 1، إذا بطلع أصغر واحد إذا بطلع هاي البي لهون. خلينا نشوف الكيو، عندي كيو 1 إذا بطلع الكيو لأن هي أصغر شيء، ما في داعي ننتبه للكيو مربع إذا بنطلعها. إذا صار عندي هاي طلعناها، صار عندي 2 بي كيو، إذا شو صار عندي؟ 2 بي كيو، خلينا امسح لكم اياها،
إذا 2 بي كيو طلعناهن، إذا طلعت 2 بي كيو من هون بضل عندك بي مربع هون، وإذا طلعت 2 بي كيو من هون بضل معك 2 بي كيو هون، وإذا طلعت 2 بي كيو من هون بضل معك كيو مربع. إذا خلال هذه العملية بنلاحظ إنه بي ضل معنا بين قوسين بي مربع زائد 2 بي كيو زائد كيو مربع، هذا مبرهنة إنه هي تساوي 1، وبالتالي ضل معي 2 بي كيو، وبالتالي فإن الطرف الثاني من تزاوج التكرارات التراكيب اللي من نوع A كبيرة A صغيرة تساوي 2 بي كيو. الآن نيجي على الطرف الثالث، الطرف الثالث نفس الطرف الأول لكن راح يضل بدل بي مربع هو كيو مربع، فبنقول بي مربع كيو مربع منين أخذناها؟ أخذناها من الجدول السابق بالسلايد السابق، زائد 2 بي كيو مكعب زائد كيو قوة 4. هون بننظر شو فينا نطلع عامل مشترك، انا لاحظت انه عندي عامل مشترك هو الكيو، عندي الكيو، كيو موجودة هنا، كيو موجودة هنا، وكيو موجودة هنا، مين اصغر شيء؟ عندي كيو قوة 2، اذا بنطلع كيو قوة 2 لاخر لبرا، بصف معي هون بين قوسين بي مربع زائد 2 بي كيو زائد كيو مربع، بي مربع زائد 2 بي كيو زائد كيو مربع بمبرهنة انه تساوي 1، اذا هذه تساوي 1، وبالتالي ضل معي كيو مربع. اذا ضل معي شو؟ كيو مربع. اذا ضل معي كيو مربع. اذا لاحظ معي عند الابناء عندي بي مربع هذا مهمه، وعندي 2 بي كيو اذا هذه مهمه، وعندي كيو مربع. اذا طلع عندي بي مربع زائد 2 بي كيو زائد كيو مربع، هذا شو تساوي؟ تساوي 1. اذا لاحظنا انه عند الاباء كان عندي بي مربع زائد 2 بي كيو زائد كيو مربع، وعند الاباء الابناء عندي بي مربع زائد 2 بي كيو زائد كيو مربع، مجموعهم تساوي 1، وبالتالي في العشيره وصلت الى التوازن. هذا بشكل بسيط قانون هاردي وينبرغ. ماذا نستنتج بشكل عام بعد ما تنتهي؟ ان التكرارات الوراثيه اسفل الجدول هي نفس التكرارات الخاصة بتوازن هاردي وينبرغ. إذا التكرارات الوراثية، لما نقول تكرارات وراثية أنا قلت لكم بالمحاضرة السابقة نقصد فيها تكرار الألائل، وعندما نقول تكرارات التراكيب الوراثية نقصد فيها تكرار الأفراد. إذا التكرارات الوراثية نقصد فيها تكرار الألائل، وتكرارات التراكيب الوراثية تكرار الأفراد. في توازن هاردي وينبرغ بيتكلموا عن تكرارات الجين، والجين مسؤول عن ألائل أليلين، والتالي نتكلم عن تكرارات الوراثية. ولهذا السبب أعطيناه هنا، إذا بتلاحظوا أعطيناه رمز بي صغيرة، أما التراكيب الوراثية نعطيه بي كبيرة. وإذا عندك كيو، إذا هذه لا تنسوها، وعندك اتش، هاي التراكيب الوراثية. أما بالنسبة للألائل فعندك بي صغيرة وبي كيو. فتكرارات الوراثية أسفل الجدول هي نفس التكرارات الخاصة بتوازن هاردي وينبرغ، وهي أنه بي مربع زائد أو 2 بي كيو كيو مربع، مجموع ما يساوي 1. ماذا استنتج هاردي وينبرغ؟ توصل أنه لقد قالوا لقد توصلنا إلى هذا التوازن بعد جيل واحد فقط من التزاوج العشوائي، بغض النظر عن تكرارات التراكيب الوراثية بين الآباء، بغض النظر عن تكرارات التراكيب الوراثية بين الآباء. وهي مهمة جدا، انه ما بيهمني اني كم عندي افراد بمعنى لها تراكيب وراثية مختلفة عن الاباء الابناء. طبعا احنا ما راح نتوقع اذا كان عندي مثلا في هذه العشيرة عندي مثلا نفترض نباتات ازهارها صفراء، ومع نباتات ازهارها حمراء، نسبة الصفراء كانت في الاباء 60% والحمراء 40%، راح تحصل على نفس التراكيب، نفس النسب التراكيب الوراثية في الأبناء، إنك تحصل 60 و40، لا يمكن تحصل 30 و70، لكن مجموعهما ها راح يظل هو 1. بنكون هيك انتهينا من قانون، فهم قانون مهم جدا في علم الوراثة، أيضا في وليس فقط في علم الوراثة، أيضا في علم الوراثة الكمية ووراثة العشائر، وهو قانون أو توازن هاردي وينبرغ. يعطيكم العافية، وأي شخص له سؤال على هذا الموضوع بإمكانه يضع تعليق أو غير ذلك.
وشكرا جزيلا لكم.